الوقوف على آخر التطورات والمستجدات الأمريكية، ينضم إلينا مراسلي الحرة من وزارة الخارجية ميشيل غندور، ومن أمام الكونغرس خليل بن طويلة، ومن البنتاغون معي وفاء جباعي، وينضم إلي أيضا من نيويورك توني نداف. مرحبا بكم جميعا. أود أن أبدأ معك ميشيل، ما هي آخر التطورات لديك؟ نعم، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أكد أن لجنة مراقبة وقف النار في السودان تابعت اليوم، وهي موجودة في السعودية وبالتحديد في جدة، تابعت اليوم تقارير وقف إطلاق النار والخروقات التي حصلت، وتتابع هذه التقارير بجدية، وستحمل الولايات المتحدة الطرف الذي يخرق وقف النار المسؤولية. وهدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بفرض عقوبات على المسؤول عن الخرق وعن التعرض لهذه الهدنة التي ستستمر لستة أيام إضافية. هذه اللجنة مؤلفة من 12 عضوا، 3 يمثلون الجانب الأمريكي وعلى رأسهم السفير الأمريكي لدى السودان جودفري، وثلاثة يمثلون السعودية، وثلاثة الدعم السريع، وثلاثة آخرين الجيش السوداني. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، سألت الحرة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن التقارير التي تحدثت عن اتصالات هاتفية ومشاورات عبر الهاتف جرت بين رئيس وزراء إسرائيل وولي عهد السعودية محمد بن سلمان. المتحدث لم ينفي ولم يؤكد هذه التقارير، وترك للجانبين الحديث عنها والتعليق عليها، لكنه قال إن الولايات المتحدة تدعم انخراط إسرائيل في المنطقة بما في ذلك تطبيع علاقاتها مع السعودية. من ناحية ثالثة، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نفى الاتهامات التي وجهتها إيران إلى المتظاهرين الذين أعدمتهم بالتعاون أو التعامل مع الولايات المتحدة، وقال إن هذه التقارير غير صحيحة. أنتقل إليك وفاء، نعرف بأنه قبل لربما نصف ساعة تقريبا من الآن كان هناك المؤتمر الصحفي المتحدث باسم البنتاغون، وعلى الخط الموازي هناك لقاء بين أوستن وناظرته التشيكية أيضا في البنتاغون. هل لك أن تطلعين على تفاصيل كلتا القصتين؟ نعم، بالفعل جرير، استقبل وزير الدفاع الأمريكي نظيرته التشيكية هنا في البنتاغون، والمباحثات ركزت بشكل أساسي على تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الأمن في أوروبا بشكل عام. وثمن أوستن الجهود التي تقوم بها تشيكيا لناحية دعم أوكرانيا في مواجهة هذا الغزو غير المبرر من قبل روسيا لأوكرانيا. أيضا المباحثات تناولت العلاقات الدفاعية الثنائية بين البلدين، وتم التوقيع على اتفاق دفاعي من شأنه أن يعمق الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وتشيكيا. أما بالنسبة للمؤتمر الصحفي للمتحدث باسم البنتاغون، فقد قلل رايدر من أهمية سيطرة روسيا على بخموت، واعتبر أن هذا الأمر لا يعتبر مكسب استراتيجي بالنسبة لروسيا، تحديدا لجهة أو الثمن الباهظ الذي دفعته روسيا مقابل ذلك. أيضا تحدث رايدر عن التدريب الأوكرانيين، تدريب الأوكرانيين على مقاتلات F-16، والتي وافق الرئيس بايدن مؤخرا على هذا الأمر. أكد بايدن أن التدريب سيتم طبعا خارج أوكرانيا في مكان في أوروبا، لم يحدد المكان. أيضا رايدر أكد أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس مع شركائها الأوروبيين أولا موعد بدء هذه التدريبات، مكان إجراء التدريبات، وأيضا من سيوفر هذه المقاتلات وكيف سيتم توفير هذه المقاتلات. وأيضا أكد رايدر بأن هذه المقاتلات، مقاتلات F-16، ستكون جزء من الدعم العسكري الدولي لأوكرانيا، ولكن على المدى
البعيد ولم يعطي المزيد من التفاصيل بانتظار أن يحسم الأمر. أيضا يعني أكد رايدر بأن التشاور متواصل بين القيادتين العسكريتين في الولايات المتحدة وأوكرانيا من أجل الاطلاع على كل الحاجات للقوات الأوكرانية على المديين القريب والمتوسط. وذكر بأن هناك يعني الاجتماع الجديد للمجموعة الاتصال الدولية الذي سيستضيفه الوزير أوستن الخميس هنا في البنتاغون جرير. في الكونغرس ما زلنا لربما في هذه القضية دائرة رفع سقف الدين، ماذا لديك خليل؟ هل اجتمع مكارتي مع القيادات الجمهورية؟ استمعنا أمس بأنه قال إلى أن أو قال إن الاجتماع كان مثمرا، ولكن هل كل المؤشرات بالفعل متضاربة أم أن هناك صورة واضحة إلى ما الذي سيؤول إليه الوضع الآن خليل؟ جرير، بالفعل ثمة إشارات متضاربة جدا. مكارتي عندما اجتمع بالرئيس الأمريكي ومفوضيه وكذلك الأعضاء من الحزبين من أجل الحديث سواء في النفقات أو في سقف الدين، خرج وقال بأن الحديث إلى الرئيس وجها لوجه كان مثمر جدا. ولكن عندما ذهب إلى اجتماع مغلق هنا جنب هذا المبنى خلفي ما يعرف بنادي الجمهوريين، وهو منطقة طبعا محمية ضمن منطقة الكابيتول، سرب وقيل بأنه قال لزملائه في الحزب الجمهوري بأنه لم يتم التوصل إلى أي شيء وأنا بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم من أجل تنفيذ خطتنا أو على الأقل تحقيق سياسة حزبنا. سياسة الحزب الجمهوري المتمثلة في اقتطاع في خفض النفقات ضمن موازنة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعام 2024 والتي قيمتها 6.9 تريليون دولار. يقولون بأن المبلغ كبير جدا ولا مجال للحديث عن رفع سقف الدين طالما أنكم لا تريدون تخفيض النفقات. بالنسبة للرئيس الأمريكي لا يريد خفض النفقات لأن ذلك هو محور سياسته تجاه الناخبين، تجاه الأمريكيين، تجاه مختلف الشرائح الأمريكية. هنالك رالف نوران بعد وهو أيضا من النواب البارزين في الحزب الجمهوري وهو مساعد مكارتي في المفاوضات، خرج وقال بأنه لم نصل إلى أي نتيجة وربما سنستمر في المفاوضات. الجديد أيضا جرير بأنه الثلاثة من كبار المفاوضين باسم البيت الأبيض الأمريكي والرئيس بايدن وصلوا إلى مبنى الكونغرس للاستمرار في التفاوض، لكنهم رفضوا أيضا الحديث إلى الصحافة. ويبدو أن ما توصل إليه أو ما تم تحقيقه إلى غاية الآن هو موافقة الديمقراطيين على ما سموه تجميد للنفقات، بينما أجابهم الجمهوريون بأننا لا نريد التجميد ولكن في مقابل ذلك نريد الخفض، بمعنى خفض النفقات. بعد ذلك يتم الذهاب إلى مسألة رفع سقف الدين العام بالمقدار الذي يريدونه، وذلك طبعا قبل أن يصل موعد الفاتح من جوان القادم وهو الموعد الذي حددته يلن وزيرة الخزانة بأنه اليوم الذي تصبح فيها الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على دفع موظفيها الفيدراليين الجيش وما إلى ذلك، ثم طبعا ما يتبع ذلك من تداعيات مؤكدة وهي فقدان مناصب الشغل، المزيد من المشاكل الاقتصادية، ويذهب ذلك أبعد إلى تأثيرات عالمية. أنتقل إليك توني نداف من نيويورك، ماذا يجري هناك؟ نعم جرير، عقد مجلس الأمن اليوم مناقشته السنوية المفتوحة حول موضوع حماية المدنيين في مناطق النزاع المسلح. يعد هذا الاجتماع من الأحداث البارزة التي نظمتها البعثة السويسرية لدى الأمم المتحدة خلال ترأسها لمجلس الأمن خلال شهر أيار مايو الجاري، وترأس هذا الاجتماع الرئيس السويسري ألان بيرسي وبحضور الرئيس مالطا ورئيس
موزمبيق، بالإضافة إلى تمثيل دبلوماسي ووزاري عالي المستوى من قبل دول أخرى أيضا. المداخلة الأولى كانت للأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي دعا فيها جميع الدول للانضمام إلى الإعلان السياسي الخاص بحماية المدنيين من خلال الامتناع عن استخدام المتفجرات في الأماكن المأهولة بالسكان، والذي تم الاتفاق عليه واعتماده في نوفمبر الماضي. كما تطرق أيضا الأمين العام في مداخلته إلى مقررات ونتائج التقرير الأخير الذي صدر عن موضوع حماية المدنيين في المناطق النزاع المسلح، والتي أشار فيها إلى أن 94% من الضحايا التي سقطت طبعا خلال العام 2022 نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة كانت في مناطق مأهولة بالسكان، وأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين اضطروا لمغادرة منازلهم والنزوح أصبح في العام 2022 أكثر من 100 مليون لاجئ. وبدورها أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أن على أهمية طبعا التزام جميع البلدان بحماية المدنيين وتعزيز الجهود وتكثيفها في هذا الإطار، وعلى أهمية محاسبة الدول التي تقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبتها قانونيا طبعا. وأشارت أيضا جرينفيلد في مداخلتها أمام مجلس الأمن في هذه الجلسة أن السودان وأوكرانيا سجلت فيهما الأمم المتحدة أكثر من 8000 حالة وفاة خلال الأشهر الماضية، وهذه اعتبرتها السفيرة الأمريكية مثل تكلفة بشرية للحرب الروسية على أوكرانيا، وطالبت بأن لا يعتاد العالم على العنف الطائش الذي يمارسه الرئيس بوتين في سياساته الدولية. وأكدت أيضا على ضرورة وحذرت بالأحرى من اختيار واستخدام روسيا للغذاء كسلاح في عدوانها على أوكرانيا وتهديدها الأمن الغذائي للملايين والملايين من حول العالم. جرير، شكرا لك توني نظافة من نيويورك، وشكرا لك خليل بن طويلة من أمام الكونغرس، شكرا لك أيضا وفاء جباعي من البنتاغون، وأشكرك أيضا ميشيل غندور من مقر وزارة الخارجية.